أهلا بكم من جديد. أكد محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة السيد رشيد المعراج أن القطاع المصرفي والمالي يعتبر من أكبر قطاع اقتصادي في مملكة البحرين بعد النفط، وشدد المعراج في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الإعلان عن الاحتفال بمرور 100 عام على القطاع المصرفي في البحرين، على أن التوجه نحو تبني الحلول التكنولوجية والمالية يعد خيارا حيويا بالنسبة للقطاع المصرفي لمواكبة المستقبل. ويعتبر المعراج أن تطورات في القطاع المصرفي البحريني طوال 40 عاما الماضية لم تحدث لولا وجود رعاية واهتمام من أعلى المستويات في المملكة، وبناء على منظومة تشريعية متكاملة مبنية على الانفتاح على المتغيرات. في هذا اليوم نعلن بالتنسيق مع أخواننا في جمعية المصارف البحرينية بإطلاق الاحتفالية بمرور 100 عام على بدء العمليات المصرفية في البحرين. وفي الواقع هذا ما كان ممكن يتحقق لولا يعني احتضان القيادة عبر السنوات الطويلة لهذا القطاع وتأمين كافة السبل من أجل إنجاح وتهيئة الجو المناسب لعمل هذه المؤسسات، سواء كان المؤسسات المحلية أو المؤسسات الأجنبية. والبحرين كانت سباقة يعني عبر التاريخ في إدخال والتعامل مع المؤسسات العالمية اللي ساهمت في الواقع في توفير بيئة تدريبية مناسبة للبحرينيين. أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية وندر نيوز عن إطلاق مقرها الرئيسي في المنطقة في مملكة البحرين لتقدم خدماتها لجميع العملاء في دول الخليج العربي والشرق الأوسط، وذلك في مجالي التجارة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية. ويبلغ استثمار الشركة 50 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تطرح 500 فرصة عمل في المملكة خلال 3 سنوات القادمة. جاءت تفاصيل هذا الإعلان في مؤتمر صحفي أقيم برعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة. وأكد معالي المحافظ العاصمة بأن اتخاذ الشركة للمنامة مقرا لها يتماشى مع توجه حكومة البحرين في توليه قطاع التجارة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية حيزا كبيرا من الاستثمار، نظرا لعوائدهم في دعم النمو والتطور وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد البحريني. أنا سعيد اليوم أن أرعى احتفال إطلاق المقر الإقليمي لشركة وندرلاند، وهي شركة المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والمالية ذات التقنية العالية. لا شك أن نجاح مملكة البحرين في استقطاب هذه الشركة والدور اللي لعبه المجلس الاقتصادي في استقطاب كبرى الشركات إلى مملكة البحرين له مردود كبير اقتصادي على مملكة البحرين، وخلق وظائف للشباب البحريني في مجال التقنية اللي هي طبعا مهمة لتطوير الاقتصاد. يعني في قبل يوم نحن قمنا هنا الحفلة لذكرى لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين 30 سنة. خلال 30 سنة عندنا تدورت كل مجالات تدورا يعني الكبيرة. وبالنسبة للناحية التجارة والاقتصاد والاستثمارية هناك الإنجازات الملموسة، وهنا ممكن أضرب لك مثلا حتى الآن وصلت إلى هناك الحجم التبادل التجاري 2 مليار و200 مليون دولار أمريكي. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. ونتابع مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، والبداية مع بورصتنا المحلية حيث ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.01%
بإقفال عند مستوى 2446 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وأيضا قطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 6,800,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,337,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 107 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، حيث استهلت الأسواق الخليجية تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع في المنطقة الخضراء. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بمقدار 0.47% بإقفال عند مستوى 9239 نقطة في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى وبقيادة قطاع الطاقة. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 0.07% بإقفال عند مستوى 6248 نقطة بدعم من تقدم مؤشر قطاع النفط والغاز بشكل رئيسي. سوق أبو ظبي للأوراق المالية شهدت ارتفاعا كان أكبر في تداولات اليوم بنسبة 1% تقريبا بإقفال عند مستوى 5346 نقطة بسبب تقدم قطاع السلع الاستهلاكية. سوق دبي أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.24% بإقفال عند مستوى 2820 نقطة بدعم من تقدم أسهم قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. أخيرا سوق مسقط للأوراق المالية أقفلت بارتفاع بعشر نقطة مئوية بإقفال عند مستوى 3984 نقطة مع صعود مؤشر قطاع الخدمات في تداولات اليوم. أكدت الشركة السعودية لصناعة الأساسية سابك عن وجود فرص جديدة لصناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي لقيادة التحول الإقليمي إلى سلاسل إمدادات متكاملة تعزز النهج الآلي. وشددت سابك على ضرورة التعاون بين أرباب الصناعات في الدورة 11 لمؤتمر سلاسل الإمدادات الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن تصدير الشحنة الأولى من إنتاج دولة الإمارات من فحم الكوك المكلس والبالغة 10,500 طن إلى جمهورية الصين. وأكدت أدنوك أن هذه الشحنة التي تم تحميلها من شركة أدنوك للتكرير تمثل إنجازا مهما لها في توجهها للتوقف عن تكرير الزيوت الثقيلة، والذي يمثل إحدى أولوياتها منذ الإعلان للمرة الأولى عن لوائح المنظمة البحرية الدولية 2020، والتي تهدف إلى خفض مستويات الانبعاثات الضارة عن طريق التقليل بشكل كبير من محتوى الكبريت في الوقود البحري. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. ميتسوبيشي تزاحم طائرات بوينغ وإيرباص في سوق الطيران في غضون عام من الزمن. إلى الأخبار العالمية، حيث تواصل الليرة التركية ترنحها وتراجعها خصوصا بعد الصعوبات التي واجهها البنك المركزي التركي في تفسير خطواته بشأن الاحتياطي من العملة الصعبة. ووفق ما ذكرته تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن عدم قدرة البنك المركزي التركي على تفسير تحركاته بشأن العملة الصعبة أثارت مخاوف بشأن قدرة البلاد المالية وسط تصاعد حدة التوترات السياسية التي تشهدها تركيا، خصوصا عقب الانتخابات الأخيرة أواخر مارس الماضي. وفقدت الليرة التركية 1% من قيمتها مؤخرا، وهي أعلى خسارة لأي عملة في العالم هذا العام. ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر مارس الماضي بأكبر وتيرة منذ عام 2016 على أساس سنوي. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 1.1% في شهر مارس على أساس شهري. أما على أساس سنوي فإن مبيعات التجزئة داخل بريطانيا ارتفعت بنحو 6.7%
وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2016. انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاماً ونصف العام، بما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بواقع 5000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر 1000 طلب فوق التقديرات السابقة. قال وزير التجارة في الصين إنه تم إحراز تقدم جديد في المفاوضات بشأن وثيقة الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وفي نشرة إخبارية لوزارة التجارة داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ذكر غاو فونغ أنه بالرغم من أنهم أحرزوا تقدما فيما يتعلق بالاتفاق التجاري مع واشنطن، إلا أنه لا يزال هناك عمل بحاجة إلى إنجازه. وكان وزير الخزانة الأمريكية ستيفن نوتشين صرح الأسبوع الماضي بأنه تم التوصل إلى آلية تنفيذ الاتفاق التجاري مع الصين. تسعى شركة ميتسوبيشي ريجنال جيت إلى تلبية الطلبات على الطائرات الجديدة التي من المقرر أن تزاحم طائرات بوينغ وإيرباص في سوق الطيران في غضون عام من الزمن. وقد تكون الطائرة اليابانية الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة والتي تبلغ سعتها 88 راكبا هي الطائرة المناسبة في الوقت المناسب بحسب وكالة بلومبرغ. وقد بدأت طائرة الركاب الجديدة التابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة عمليات الاختبار قبل أسبوعين، بينما تضع نصب عينها سوق الطائرات ذات المقاعد القليلة والتي من المتوقع أن تبلغ حجمها 135 مليار دولار حتى عام 2037 وفقا لمجموعة صناعة الطائرات اليابانية.